ما هي التغريدات ترامب التي نالت الإعجابات الأكثر في منصة تويتر منذ توليه الرئاسة وحتى إغلاق حسابه في نهاية عهدته الرئاسية بعد أحداث الكابيتول؟ تفضلوا معنا. التغريدة الأولى في نوفمبر 2012، ترامب يهاجم الصين. تم إنشاء مفهوم الاحتباس الحراري من قبل الصينيين، وذلك من أجل جعل التصنيع الأمريكي غير قادر على المنافسة. التغريدة الثانية في كانون الأول 2013، باراك أوباما ليس مواطنا أمريكيا. كم هو مذهل وحده المدير الذي تحقق من نسخ شهادة ميلاد أوباما، إنه مات في حادث طائرة. التغريدة الثالثة في يناير 2018، تهديد كيم جونغ أون. هل يخبره أحد من شعبه الجائع أن لدي أيضا زرا نوويا لكنه أكبر بكثير وأكثر قوة من زره، وزر بلدي يعمل ويشتغل؟ تغريدة مارس 2018، جو بايدن مجنون. يحاول المجنون جو بايدن التصرف كرجل قوي، إلا أنه لا يعرفني، لا تهدد الناس يا جو بايدن. تغريدة أيار 2020، انتقاد وسائل الإعلام. وسائل الإعلام العرجاء في بلدنا تبث الكراهية والفوضى، إنها أخبار جد مزيفة. التغريدة الأكثر شعبية كانت تحمل 1,800,000 إعجاب مقابل 400,000 عفوا إعادة تغريد. تغريدة أكتوبر 2020، الإعلان عن إصابته والسيدة الأولى بكورونا. الليلة أثبتت إصابتنا أنا وفلوتيوس بكوفيد 19. تغريدة أيضا في أكتوبر 2020، حينما قال كوفيد كوفيد كوفيد، الهتاف الموحد لوسائل الإعلام المزيفة. هم لن يتحدثوا عن أي شيء آخر حتى الرابع من نوفمبر عندما تنتهي الانتخابات، في انتقاده لوسائل الإعلام. تغريدة نوفمبر 2020، ترامب يدعي أن الانتخابات التي خسرها سرقت منه، حيث قال نعتقد أن هؤلاء الناس لصوص، هذه انتخابات مسروقة. تغريدة ديسمبر 2020، ادعاء الفوز بالانتخابات، حينما قال عظيم، أكثر الانتخابات فسادا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول بعدها نحن فزنا. وأخيرا تغريدة يناير 2021، عندما تغاضى عن هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول قائلا هكذا يحدث عند تجريد انتصار ساحق في الانتخابات، عودوا إلى منازلكم، تذكروا هذا اليوم إلى الأبد.